وفي موضوع آخر، أفاد مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 58.23 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022 مقابل 54.19 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهي زيادة بنسبة 7%. طيب، للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا مباشرة من الرباط بدر الزاهر الأزرق، باحث في القانون أو قانون الأعمال والاقتصاد. مرحبا بك أستاذ، وسعداء باستضافتك. مرحبا. طيب، أرقام مكتب الصرف تعكس انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعدما كانت قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة المرتبطة بأزمة كورونا، ما هي قراءتكم لهذا الارتفاع؟ أظن أن هذا هو استمرار النطاق الإيجابي، لأن حتى في فترة كورونا كان هناك أيضا تسجيل لارتفاع معين على مستوى تحويلات العمال أو مغاربة العالم إلى المغرب. فهذه السنة سجلت أرقام قياسية، أظن أنها تجاوزت قاربت 57 مليار درهم في حدود اليوم، أن من المتوقع أن تقارب 93 إلى 95 مليار درهم ما تم هذه السنة. وأظن بأن هذه التحويلات التي حولها مغاربة العالم إلى المغرب أظن أنها سيكون لها وقع إيجابي على الدورة الاقتصادية في المغرب، خاصة أن جزء منها مرتبط بالقدرة الشرائية لدى عدد كبير من الأسر المغربية، حيث أن هنا جزء كبير منها هو عبارة عن دعم يوجه للأسر، وجزء آخر قد يساهم أيضا في انتعاش عدد من القطاعات، خاصة لأن جزء من هذه الأموال المحولة يتوجه إلى استثمارات في مجموعة من القطاعات في مقدمتها العقار وكذلك قطاع الخدمات والسياحة. طيب، كيف يمكن تثمين هذه التحويلات وأيضا سبل مواكبة المستثمرين المقيمين بالخارج تمشيا دائما مع الخطاب الملكي الأخير؟ أكيد إلى حدود اليوم هناك مجموعة من الآليات والمؤسسات التي تعنى بمواكبة استثمار مغاربة العالم. هناك صندوق خاص للاستثمار لاستثمار مغاربة العالم، للأسف هو لم يفعل بالشكل المطلوب والمنتظر منه، وهناك أيضا المركز الجاوي للاستثمار، ولكن أظن أن صاحب الجلالة خلال الخطاب الأخير دعا إلى مراجعة كل هذه الهيكل المؤسساتية وخلق مؤسسات جديدة تواكب التطورات الاقتصادية على مستوى العالم وتواكب كذلك حجم هذه التحولات التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر وخلال السنوات القليلة الماضية. اليوم يجب أن يكون الجزء الأكبر من هذه التحولات عبارة عن استثمارات، لأن الاقتصاد المغربي هو بحاجة إلى هذه الاستثمارات المغربية كما هو بحاجة إلى هذه الكفاءات. وأظن أن هذا الأمر هو يتسق كذلك مع ما جاء به المنطقة الجديدة للاستثمار الذي يشجع كذلك على الاستثمار في مجموعة من القطاعات الواعدة، وأظن أن هذه القطاعات هي تعني كذلك مغاربة الخارج وتعني رؤوس الأموال المحولة إلى المغرب. إذن أظن أن يجب اليوم استنادا إلى توجيهات صاحب الجلالة العمل على خلق مؤسسات لمواكبة استثمارات مغاربة الخارج، العمل على تبسيط المساطر الإدارية، والعمل كذلك على رقمنة العمل الحكومي، لأن هذا الشيء ضروري من أجل تبسيط المساطر ومساعدة مغاربة الخارج على الاستثمار في المغرب وتحويل جزء من هذه التحويلات المالية الكبيرة إلى استثمارات في المغرب. واضح جدا أستاذ بدر الزاهر الأزرق، باحث في قانون الأعمال والاقتصاد، كنت معنا مباشرة من الرباط. أشكرك على كل هذه التوضيحات. شكرا.